واحد بيقول سئلت سؤالا والامرأة لم أعرف أن أرد عليه وهو لماذا يهاجم جورج حبيب الكنيسة وقداستكم في وسائل الإعلام المختلفة وما الذي ذكره بهذا الآن؟ هو جورج متضايق إن احنا منعناه من التعليم في الكليات الإكليركية سنة 83 بعد المقالة اللي نشرها في مجلة الهدى، فتضايق. صحيح راح درس بره في الخارج، لكن الأكلة السمينة هي كنيسة طي. يروح في الخارج يلاقي طلبة عبارة عن 10-15 بالكتير، واللي يفهم الكلام واللي ما يفهموش. هنا في الكنيسة القبطية يلاقي المئات والألاف، فدي الحتة السمين اللي يأكل. ولذلك أنا في الحديث بتاع امبارح قلت راجل سابنا بالسي في بتاعه بيقول ساب الكنيسة القبطية سنة 84، يعني سابنا بقاله 23 سنة، ايه اللي جابه لينا تاني؟ دخل بأي صف؟ يقول ما حكمونيش، هنحكم واحد مش عندنا؟ اجيب انا واحد بروستانتي احكمه؟ قال راجل ساب الكنيسة من سنة 84، يعني بقاله 23 سنة، بأي صف؟ فهو متضايق مني. ليه بيهاجمنا؟ لأننا منعناه، بس مش السبب احنا منعناه، السبب تعليمه الخاطئ هو السبب في منعه. ما احنا بنتمنى واحد يعلم تعليم كويس وبندور بالعافية عشان نلاقي واحد، وإذا لقينا إنسان بيعلم تعليم سليم نحرص عليه كل الحرص. لكن هو اللي جاب لنفسه، فمتضايق ازاي منعناه.